هواية من الناس القريبة علي قالوا لي انتوا شلون معتبرين نفسكم مؤنفات وانتوا تطلعون وتعيشون وتمشون وتتحركون؟ المشكلة انه الموجودات اليوم هم اكثرهم اصواتهم موجودة، ويمكن عنفوا في وقت سابق بس هم اليوم قادرين ياخذون حريتهم. احنا اليوم موجودين مو باسمنا كافراد، باسم جنسنا اولا وباسم الانسان عموما ثانيا، لانه العنف مو حكرا على المراه، كلنا ممكن نعنف بمرحله من حياتنا باختلاف اجناسنا، عندها حق. هذا العنوان واحده من الاشياء اللي بعدت الرجال هوايه واعتبرت شيء نسوي بحت والمفروض ما يكونوا قريبين، بس بالواقع هو الموضوع مو هيك ابدا، الموضوع يمشي او يحتوي كل البشر باختلاف اجناسهم باختلاف اعمارهم.